اهلا بحضراتكم مشاهدي اكسترا نيوز، بكلم حضراتكم من مكتبنا في مدينه اسوان، بالتحديد على كورنيش النيل في هذا الجو الجميل في المدينه المصريه الجنوبيه السياحيه الجميله. تطوير كبير بتشهده مدينه اسوان والقرى التوابع ليها، تطوير بيشمل كل مناحي الحياه في المدينه. المكان اللي بنتكلم حضراتكم منه ده على الكورنيش، بالتحديد رصف جديد للشوارع، إعادة البلدرات بشكل جميل، بالليل أضواء جميلة جدا، مشاهد خلابة تجذب عين السائحين وحتى المرة من أهل أسوان. لا أحدثكم طبعا عن طيبة وكرم أهل أسوان، فالتاريخ يشهد لهذه النقطة. الناس هنا طيبون لدرجة لا توصف، الابتسامة في وجه أي حد ماشي، خاصة لو كان من السياح الأجانب. كاميرا إكسترا نيوز امبارح وأول امبارح رصدنا قطاعات كبيرة جدا. خلينا نتكلم في البداية عن السياحة، اتكلمنا كتير مع بعض السياح المتواجدين داخل مدينة أسوان، منتشرين في المعابد، منتشرين في الشوارع، في البزارات، المحلات، وطبعا في وسط المدينة هنا خلف مبنى المحافظة على كورنيش النيل سوق أسوان الرئيسي. كان في سياح من أستراليا، سياح من بريطانيا، إيطاليا، إنجلترا، أمريكا، الصين، بعض السياح العرب، كتير من الناس تكلمنا معاهم، وكانوا في منهم ناس لأول مرة بتيجي، وكتير منهم، ودي كانت ميزة جيدة لاحظناها امبارح، موجودين للمرة الثانية والثالثة، والناس بتقول إنه اللي بيجي مرة مصر وبيجي أسوان بالتحديد لازم يجي مرة واثنين وثلاثة، واللي بيجي لوحده مرة لازم بيجيب أسرته معاه. الناس مبهورة السياح من التطوير اللي حاصل في المدينة، باعتبار إن هم بقالهم فترات بيجوا بشكل شبه دوري. كمان عجبهم كرم المصريين وأكل المصريين وبشاشة وابتسامة الشعب المصري، عارفين طبعا أن السياحة مصدر مهم من مصادر الدخل القومي للبلد. كان في كمان التطوير اللي حاصل من حياة كريمة، كله بيخدم على فكرة السياحة وتنمية جلب العملة الصعبة للدولة المصرية. فيما يخص حياة كريمة، لو ابتعدنا شوية عن كورنيش النيل اللي بنكلم حضراتكم من خلاله، امبارح كنا حوالي 40 كيلو متر تقريبا مدينة كومومبو، بالتحديد قرية المنشية ونجع السلسلة. حياة كريمة هناك أعادت بناء المدينة بشكل جديد، يعني مدينة أسوان أو محافظة أسوان بيعيش فيها أكثر من 1,600,000 مواطن، أكثر من 112 وحدة صحية تم إنشائها من الأساس وتم تطويرها بشكل آخر. بنتكلم في حوالي 11 مستشفى لو اتكلمنا مثلا عن قطاع الصحة. تكلفة كبيرة جدا بتنفقها الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطنين، ولو اتكلمنا في قطاع الصحة فقط يعني بالأرقام والإحصائيات تواصلنا مع المسؤولين ما لا يقل عن 13 مليار جنيه انفقت لتطوير القطاع الصحي الخاص بمدينة أسوان. طبعا بنتكلم عن مراكز كتير، عندنا مركز إدفو، مركز كومومبو ودراو ونصر النوبة، وطبعا مدينة أسوان، معبد أبو سمبل ومنطقة أبو سمبل السياحية. عارفين أن أبو سمبل بتبعد 280 كيلو عن أسوان، وحصل اهتمام كبير بتطوير المكان هناك، خاصة في قطاع الصحة وإنشاء أماكن تقدم خدمة طبية جيدة للمصريين وطبعا للسياح. نكمل كلامنا عن السلسلة، القرية اللي كنا فيها امبارح حصل طفرة كبيرة في قطاع التعليم، إنشاء مجموعة كبيرة من المدارس تقدم خدمة تعليمية جيدة لطلاب مصر، طلاب أسوان، وكمان بنات أسوان. امبارح لما اتكلمنا مع الناس كان في بنات كتير بتفكر أهلها إنها ما توديهاش المدرسة علشان الأماكن بعيدة، ولكن بعد دخول حياة كريمة بهذا الشكل الكبير كل شيء أصبح سهل. عصرنا امبارح حضور الطلبة في المدارس، وجود أكثر من وسائل تعليمية جديدة لتقديم خدمة جيدة، وحتى الأداء الطبيعي بتاع المدرسين، الناس كانت سجلنا ده امبارح بيدخلوا الفصول وبيشرحوا. تطوير التعليم طبعا احنا عارفين ان خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 هي بناء الإنسان، الصحة
والتعليم. زي ما اتكلمنا على هذا الفارق الكبير في الخدمات الصحية، وهنا لازم نتكلم ولا نغفل المبادرات الرئاسية الكتير جدا من 2018 للنهاردة، بنتكلم عن أكثر من 15 مبادرة رئاسية منذ البداية، كانت في علاج فيروس سي، وكان مرض كبير بيهدد حياة عدد كبير جدا من المصريين بفضل تدخل الدولة والمبادرات الرئاسية الخاصة حتى بالصحة الإنجابية للمرأة والطفل، وإنهاء قوائم الانتظار وعلاج التقدزم ومكافحة الأمراض غير السارية. قطاع الصحة بينال شغل كبير جدا في حياة كريمة في كل مصر طبعا، واحنا بنتكلم هنا عن أسوان بالتحديد والقرى والتوابع والنجوع. كل مكان، كل مواطن مصري داخل أقصى مكان في مصر بيستفيد من حياة كريمة. من ضمن طبعا ما رصدته كاميرا إكسترا نيوز في خلال هذه الجولة اللي قمنا بها في الأيام الماضية والحد النهاردة، كنا في جولات داخل قرى أسوان، المراكز الحكومية، المراكز التكنولوجية المجمعة. تقدم هذه المراكز مجموعة من الخدمات للمواطنين. عندك مثلا توثيق شهر عقاري، بريد، الكثير من الخدمات تذهب الدولة المصرية للمواطن في القرية وكأنه بتروح لحد بيته بدل ما يركب مواصلات ويروح يتكبد عناء مشقة الطريق ويروح مكان بعيد علشان خاطر يخلص الخدمة بتاعته. النهاردة حياة كريمة بتوفر له هذه المكاتب داخل بيته، داخل القرية بتاعته، علشان خاطر تسهل عليهم الحياة. وطبعا ده لما بيستفيد منه المواطن داخل القرية، هو بيفضي مكان في الأساس للمواطن اللي في المدينة، فبالتالي بيستفيد أهل القرى وأهل المدن. كمان رصدت كاميرا إكسترا نيوز خلال جولتنا مجموعة من المجمعات الزراعية، ودي نقدر نقول أكتر من جمعية زراعية في مكان واحد، بتقدم الدعم اللازم للمزارعين، بتقدم الاستشارات من خلال مجموعة من المهندسين موجودين، وطبعا السماد وما إلى ذلك من الأشياء المستخدمة في عملية الزراعة. رصدنا فرحة الناس بهذا الأمر. كمان لو تكلمنا عن مراكز الشباب ودور الدولة المهم والكبير في دعم الشباب والرياضة وتنمية قدرات الشباب المصري، مراكز الشباب كتير رصدناها في القرى اللي شفناها امبارح، قرية السلسلة، وكمان في قرية غرب أسوان، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل. شباب، في ناس مسجلنا معها امبارح قالت يا جماعة احنا كنا بطلنا نلعب كورة لانه ما كانش في مكان نلعب فيه كورة، لما جت حياة كريمة وأسست لنا مراكز الشباب وطورت المراكز الشباب القائمة رجعنا نلعب كورة تاني. اهتمام كبير من الدولة بهذا الإطار لتنمية قدرات الشباب. رصدنا كمان بعض المكتبات العامة لزيادة الوعي، وقلنا أن كل ده بيصب في النهاية في بناء الإنسان، ودي الخطة المعلنة الرسمية من الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030. لما بنتكلم عن حياة كريمة، كنا امبارح في إحدى القرى في غرب أسوان وبتبعد حوالي 25 كيلو عن أسوان، منطقة أم الداب أو نجع أم الداب، وهو نجع بيسكنه عدد كبير من النوبيين. المكان ده كان لو حضراتكم تتذكروا معانا السنة اللي فاتت في شهر 12 حصل أمطار غزيرة جدا تكاد تصل لحد السيول وأبادت بيوت كتير جدا، بيوت حوالي 700 أو 800 بيت ويمكن أكتر. راح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه لحد القرية دي، احنا رحنا القرية وشفنا التطوير اللي حصل، ما يقترب من 200 بيت تقريبا تم إعادة بنائهم من جديد. صورنا مع أهل النوبة الطيبين، أهل النوبة الكرمة، صورنا مع الناس وشفنا قد إيه الناس كانت سعيدة بزيارة الرئيس، الناس كانت سعيدة بالتطوير اللي حصل. وتخيل معايا عزيزي المشاهد إن واحد بيجي سيل بيشيل بيته من على الأرض، وبعدين يجي رئيس الدولة يروح له لحد عنده، والدولة تروح بكل أجهزتها المعنية وتعيد بناء هذه البيوت. من الحاجات اللي فرحتنا امبارح ورصدناها بكاميرا إكسترا نيوز، كان في عريس وعروسة كانوا متجوزين من حوالي أسبوع تقريبا، متجوزين في البيوت اللي بنتها حياة كريمة، وكأن التنمية بتصل لكل مكان. حياة كريمة مش بس بتساعد الناس على تلبية الاحتياجات الأساسية، ولكن
الغرض الأساسي منها هو رفع الروح المعنوية للناس، الناس تعيش حياة أدمية تليق بها، زي ما دايما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيصرح في أكتر من مرة. دي كانت جولتنا معكم من هنا من قلب أسوان، بالتحديد من مكتب إكسترا نيوز على كورنيش النيل زي ما حضراتكم شايفين ورايا في مدينة أسوان. شكرا جزيلا لكم.